الشهداء في اليومين الماضيين بسبب قصف البراميل المتفجرة على هذه المحافظة المحررة. يعني ولا أدري النظام إلى الآن لماذا يعني لا يريد أن يكف يعني ضرباته عن هذه المدينة، ولا سؤال يوجد له فلس. شيء فيها. يعني اتركنا لوحدنا ويذهب يقاتل في حمص، كي يأتوه الرجال أيضا من هذه المنطقة ليقاتلوه هناك ويخلو هذه المناطق يعني بالنسبة لهذه الأشياء. وكان الاستهداف يعني مباشرة على الأبنية السكنية، وكانت في حارة الملاهي، وكان أيضا الاستهداف الآخر على شركة التعمير، والاستهداف الثالث بالقنابل المتفجرة كان على قبة مقام الصحابي أويس القرن والصحابي عمار بن ياسر، وكان هناك أضرار كبيرة بالقبة الشرقية لهذا المقام وهذا المقام الأثري. والجميع يعرف آثار يعني محافظة الرقة في هذه المنطقة الشرقية. يعني أما يعني كان هناك أيضا في مدينة الطبقة كان هناك أيضا يعني تحليق كثيف للطيران الحربي والمروحي. يعني هذا هو الطيران بعد ما حلق في مدينة الرقة، في مدينة الطبقة كان متجها إلى مدينة الرقة. أيضا أنتقل إلى الوضع في اللواء 93، حيث تجري الاشتباكات وهي مستمرة منذ فترة يعني بعيدة نوعا ما، ولكنها مستمرة إلى الآن، والثوار يحاولون حصاره بشكل كامل ويعني استهدافه بصواريخ محليات الصنع وقذائف الهاون والحمد لله. الفرقة 17 أيضا يعني منذ يومين كان هناك هذا الخبر، هو خروج عدة عناصر من النظام، معك أو خروج بك عد خروج عدة عناصر من النظام بعتادها الكامل من داخل الفرقة 17، وهي محاصرة باتجاه معمل السكر، ولكن الثوار انتبهوا لهذا الالتفاف والحمد لله. يعني كان هناك أسر العديد من هؤلاء العناصر وقتل البعض الآخر واغتنام أسلحة منهم. يعني أما الوضع الإنساني وهو الأسوأ في هذه المحافظة، نعم يعني دائما نؤكد عليه وهو الأسوأ، يعني ازدياد عدد اللاجئين بسبب المعارك القوية في المدن المجاورة لهذه المدينة، ويعني هو يسبب ازدياد كبير في عدد اللاجئين والوافدين لهذه المحافظة التي هي يعني شبه يعني محررة ليست كمثل غيرها. نعم ولكن هذا يعني يزيد من أعباء النازحين لعدم وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية. والآن في رمضان مثلا يعني قامت الجمعيات الإغاثية اتجهت إلى المطابخ الإغاثية لوفرتها عن المعونات العينية. يعني في عندما يكون هناك العينات تكون هي عبارة عن طبخ، تكون أوفر بالمادة وتكون يعني توزع إلى عائلات أكثر من المواد العينية، المواد المطابخ الإغاثية يعني. ولكن يعني هنا المشكلة أيضا يعني تعمل على إطعام ما يقارب يعني 10,000 عائلة من أصل أكثر من 1.5 مليون نازح أو لاجئ في هذه المنطقة، يعني لا يعادل تقريبا 15% من نسبة اللاجئين في هذه المحافظة. طب أبو بكر يعني يمكن هذا كل ما لدينا في هذه طب أبو بكر تحدثت بشغلة، قلت إنه النظام يعني يستعمل الكر والفر في الداخل في الرقة، يعني ممكن تشرح لنا هذا العنوان؟ يعني هذا الامر استغله النظام في الفرقه 17 في يعني بعد ما راى ان الثوار والحزب يعني بعض ميليشيات الاسد تقاتل من الاكراد تقاتل في تل ابيض مع الثوار، وراى في انسحاب عدد من عناصر الثوار من الفرقه 17 باتجاه تل ابيض لمسانده الثوار هناك بقتالهم، يعني راى انه قد يتمكن من محاوله إعادة السيطرة على محيط الفرقة 17، نعم. وظن أنه هناك نقص في عدد الثوار المرابطون على الفرقة 17، ولكن نعم. يعني الحمد لله الثوار يقظون ويعني مستعدون لهذا الأمر بشكل دائم. يعني هو ظنا بأنه قد يستطيع الالتفاف وأنه هناك نقص في عدد الجنود، ولكن الحمد لله نقاط الرباط على ما هي، وبالعكس زادت نسبة عدد نقاط الرباط بعد هذا الشيء الذي حصل. نعم طيب أبو بكر راح أسألك يمكن هذا السؤال الأخير في موضوع كيف تقبل الداخل السوري موضوع تسليح الجيش الحر من قبل الإدارة الأمريكية مثلا؟ يعني نحن هنا يعني كشعب كمواطنين، يعني أنا سوف أتكلم الآن كمواطن عادي، يعني أنا وغيري من الأخوة في الداخل، يعني نرغب في أن يأتي السلاح من أي جهة كانت للخلاص من هذا النظام.
يعني هذا النظام أرانا الويلات، يعني كل يوم نرى تشرد العائلات والأطفال شهداء، ويعني منذ عدة أيام رأينا أشلاء لأطفال، يعني أطفال جثثهم فتتت في الأرض وحرقت. يعني هذه المناظر يعني اكتفينا منها، كفانا هذا الذل والقتل والدمار والتخريب والتشرد بمئات الآلاف لسكان سوريا. يعني سوريا الآن أصبحت يعني ما كأنها دمرت في بركان. نعم. يعني إلى متى طيب. هذا؟ يعني نحن نرضى أن يأتينا السلاح من أمريكا ومن غيرها كي نخلص من هذا النظام، يعني يعني مثل أنا وابن عمي على الغريب. نعم، تعرف كمان أبو بكر يعني في وفد كبير لتقصي الحقائق موضوع السلاح الكيماوي مكون من شخصين وصلوا للشام، يعني تتحدث وسائل الإعلام الغربية عن أنه هناك وفد كبير سيصل إلى دمشق لتقصي. نعاني من هذه الإشكالات دائما، يعني هذه اللجنة يعني أتمنى أن تكون قادرة على أتمام عملها بهذا العدد القليل، يعني وأتمنى أن تكون هي يعني هي بداية لأن تأتي مجموعات أخرى كي تقوم في هذا التحقيق، والذي هو معلوم، أنا يعني أعتقد أنه معلوم بالنسبة لهم قبل أن يحققوا عن استعمال السلاح الكيماوي أو لا. يعني النظام يمكن استعمله علانية، وكانت الإصابات مباشرة، وكانت الإصابات كلها يعني معرضة على أغلب القنوات في هذه في مناطق في حلب ودوما، ويعني خاصة في الغوطة الشرقية في دمشق، يعني كانت الحالات مباشرة واعترف فيها حتى يعني الأطباء، كانت العينات كانت يعني فحصت بشكل دقيق وبعثت إلى مختبرات وبعثت عينات منها. أنا يعني كما أخبرونا أحد الصحفيين هناك أو الناشطين في الغوطة الشرقية، أرسلوا عينات إلى خارج صحيح. البلاد لكي تحلل وتفحص، وكانت أي العينات تؤكد أن النظام استعمل السلاح الكيماوي في دوما. نعم، تعرف أبو بكر والمشاهدين في قصة، يعني أنا ما بدي أحكي إني عشتها، بس حافظ الأسد سأل المسؤولين عن تنظيم العاصمة بالكهرباء، قال لهم أنا عم بطلع مش عم بشوف عمدان كهرباء بالشوارع، رغم إنه نزلنا عطاءات وعملنا وكذا، بس وين عمدان الكهرباء؟ قالوا سيدي إحنا ثلاثة نشتغل، واحد بحفر والثاني بحط العمود والثالث بطم. فيا سيدي صار له اللي بحط العمود مجاز غايب، فصار واحد يحفر والثاني يطم. هذا يعني مقارنة بموضوع السلاح الكيماوي، إنه شخصين فقط بوصلوا لدمشق لتقصي الحقائق حول السلاح الكيماوي. أبو بكر أنا بشكرك من شبكة شام، وإن شاء الله كما قلت وأقول دائما زملائي إن شاء الله يغطوا الجانب الآخر في لقاءاتهم.